في عهد الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، هذا العالم الأستاذ الذي الآن الحوزات العلمية تدور حول كتبه، كان قبل حوالي 200 عام، من إحدى المناطق جاء هنالك رجل، هاي قضايا تشبه الخيال حقيقة، جاء هنالك رجل بأموال ضخمة للشيخ، وقال للشيخ: هذه الأموال تتعلق بالفقراء. الشيخ قال: أنا في الواقع لا أعهد في البلد فقير أعطيه هذه الأموال، أنا ما أعرف في البلد، ما أعلم الشيخ في ذلك الوقت يمكن كان في النجف الأشرف، أنا ما أعهد فقير اللي أعطيه هذا المال. الشيخ يتأبى، وذلك الواسطة يصر. الشيخ بالنتيجة ما قبل، ثم قال لهذا الرجل: هنالك قرية أو مدينة يمكن أن يكون فيها فقير، احمل هذه الأموال إلى تلك المدينة أو إلى تلك القرية، يمكن يكون فيها فقير. هذا الواسطة حمل هذه الأموال وداها إلى تلك القرية وأعلن، أو تلك المدينة: تعالوا إذا واحد فقير خليه يجي يأخذ من هذه الأموال. ذاكرين لم يأتي هنالك إلا رجل واحد فقط وأخذ دينار أو درهم، دينار لو درهم، الترديد مو مني، من الراوي، أخذ دينار أو درهم وراح قال: يكفيني هذا المقدار. هذا الرجل أخذ الأموال وعاد بها من حيث أتى. هذه المشكلة اللي الآن نشاهدها في كل مكان، حتى في البلاد الغنية، هذه المشكلة مشكلة مصطنعة.